Subhanallah al-Aliyyil Azim Subhana Rabbis Samawati wal-Ard Subhana Rabbil Arshil Azim Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah wallahu akbar لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت وعفوا عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم أعتق رقابنا من النار ونقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا قريب يا مجيب يا الله يا رحمن الدنيا والآخرة يا عزيز يا غفار اللهم اغفر لنا ولوالدي ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته واحدا من خلقك أم استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودنيانا
لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عزيز يا غفار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار يا عزيز يا غفار. ربنا تقبل منا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وتلاوتنا وعبادتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر لإخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم اصلح شباب المسلمين يا عزيز يا غفار. اللهم بارك لنا في هذا الشهر الكريم، شهر الصيام والفطور وشهر الكريم يا عزيز يا غفار. اللهم ارحمنا يا رب. اللهم ارحمنا يا كريم. اللهم تقبل دعاء يا عزيز يا غفار. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.